أخبار فلسطين باختصار. سقوط شهداء وجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدنيين في حي النصر بقطاع غزة. عدد الشهداء ارتفع منذ بداية العدوان إلى أكثر من 10,000، فيما تنتشر جثامين العشرات في شوارع المدينة. وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا تقول إن 70% من سكان قطاع غزة أصبحوا نازحين. الوكالة شددت على فرض قرار لإيقاف إطلاق النار وحصر حجم الأضرار والاحتياجات الهائلة في غزة. وزارة الصحة الفلسطينية تقول إن حياة نحو 70 طفلاً بمستشفى الرنتيسي في خطر بعد تهديد إسرائيل بقصفه. الوزارة قالت إن الاحتلال طلب من إدارة المستشفى إخلاءه تمهيداً لقصفه، داعية إلى تدخل دولي لإيقاف القرار. نادي الأسير الفلسطيني يعلن اعتقال الاحتلال 2200 فلسطيني في الضفة الغربية منذ أكتوبر الماضي. النادي أوضح أن قوات الاحتلال اعتقلت 55 مواطناً على الأقل خلال الليلة الماضية. رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة يقول إن تهجير الفلسطينيين من الضفة وغزة سيكون بمنزلة إعلان حرب على بلاده. الخصاونة أشار إلى أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة للأردن. إلى اللقاء باختصار آخر.